السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، طلبت المرحلة الرابعة لقسم إدارة الفنادق في الدراستين الصباحية والمسائية العام الدراسي 2021. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة 19، وهي استكمال لعنوان أنواع الأزمات، ونأخذ منها خامسة أزمات وفقا لدرجة تأثيرها، ويجري تصنيف الأزمات حسب درجة تأثير هذه الأزمات إلى الأنواع: أزمات ذات تأثيرات جوهرية، أزمات ذات تأثيرات هامشية. أزمات ذات تأثيرات جوهرية هي أزمات تؤدي إلى أحداث تأثيرات جوهرية في هيكلية المنظمة، وتؤثر بصورة واضحة في وظائفها الأساسية، وقد تؤدي إلى تأثيرات تهديد وجود المنظمة وبقائها واستمرارها، وقد يؤدي إلى أحداث تدمير كلي أو جزئي لبعض أجزاء المنظمة الرئيسية. ومن أمثلتها أزمة انقطاع التيار الكهربائي أو إمدادات الطاقة عن المنظمة في أوقات ذروة الإنتاج، وأزمة انقطاع إمدادات خطوط الإنتاج من المواد الخام، مما يؤدي على التزامات المنظمة ويؤثر عليها في التزاماتها في السوق وعدم قدرتها على تلبية الطلبات والعقود الموقعة. 2. أزمات ذات تأثيرات هامشية هي أزمات عابرة تقع في المنظمة دون أن تؤدي إلى آثار مدمرة أو آثار جوهرية في المنظمة. من أمثلتها أزمة انقطاع إنتاج سلعة ثم إيجاد بديل لها بصورة سريعة، أزمة ارتفاع سعر أحد عوامل الإنتاج والنجاح سريعا في إيجاد بديل مناسب عن هذا العامل. 6. أزمات الأعمال، وهناك مجموعة من الأزمات البارزة التي تعصف منظمات الأعمال، وأهم هذه الأزمات هي أزمة الصورة الذهنية للعامة للمنظمة، أزمة التحول السوقي المفاجئ، أزمة فشل المنتجات، أزمة استبدال مديرين في الإدارات العليا، أزمة علاقات العمل، أزمة الأقسام والفروع الدولية للمنظمة، أزمة النقدية، أزمة تغيير النظم القانونية للأعمال، وأخيرا وتاسعا هي أزمة الحوادث الصناعية. 7. الأزمات المفاجئة وغير المفاجئة التراكمية. يمكن تقسيم الأزمات إلى أزمات مفاجئة وأزمات غير مفاجئة تراكمية. الأزمات المفاجئة، كثير من الأزمات قد تقع بصورة مفاجئة، والأزمة المفاجئة تحدث نتيجة تأثير مفاجئ ناجم عن إضرابات داخلية أو إضرابات خارجية، وهذه الإضرابات والأحداث غالبا تكون عامة أكثر من ما هي محدودة، ويكون التنبؤ بوقوعها صعبا وأكثر صعوبة من التنبؤ بالأزمة التراكمية. الأزمة غير المفاجئة أو التراكمية، قد تحدث الأزمة بصورة تراكمية، والأزمة التراكمية هي أزمة تنجم عن أحداث تراكمية تتراكم داخل أو خارج المنظمة عبر مدة من الزمن، ولكن هذه الأزمة أيضا تقع بصورة مفاجئة. 8. أزمات وكوارث طبيعية وأزمات وكوارث من صنع الإنسان. يمكن تقسيم الأزمات إلى أزمات وكوارث طبيعية وأزمات وكوارث من صنع الإنسان. أولا، أزمات وكوارث طبيعية هي أزمات وكوارث ناجمة عن قوى فوق سيطرة الجنس البشري، ومن أمثلتها الزلازل، الأعاصير، الانفجارات البركانية، انهيارات الصخور، الفيضانات، الطوفان. 2. أزمات وكوارث من صنع الإنسان هي أزمات وكوارث ناجمة عن تصرفات وتدخلات يقوم بها الإنسان البشر، من أمثلتها المخاطر المدمرة الناجمة عن القنابل والأسلحة الأخرى، أعمال القتل العمد، الحروب، نزاعات وخلافات العمل، السرقة، وأزمة المواد الخام وغيرها. وإلى هنا طلبتنا الأعزاء ينتهي ملخص محاضرتنا 19. أعزائي، ألقاكم على خير وسلامة في المحاضرة القادمة. شكرا لكم.